سمعتوا آخر خبر؟ الـ PEVC عملت بورتل جديد لإدارة عملية معادلة شهادة الصيدلة في كندا. كونوا معي في هذا الفيديو اللي راح يكون مختلف عن بقية الفيديوهات. راح نحكي فيه بالتفصيل كل خطوة من خطوات الـ Document Evaluation. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شمس قياند 4MD من الجامعة الأردنية ومقيمة في مدينة ميسيساغا في كندا. اليوم رح نحكي عن خطوات معادلة الصيدلة، بس رح نركز على أهم خطوة أو يمكن تعتبر عند بعض الناس هي أول خطوة، وربما هي أكثر خطوة تتطلب أوراق وتتطلب مجموعة ملفات مع بعض، اللي هي خطوة الـ Document Evaluation. بس قبل ما نروح لخطوة الـ Document Evaluation، حابة أنوه على أنه هذا الفيديو مقطع إلى Chapters، فأنت كل جزئية من جزئيات الـ Document Evaluation ممكن تنطلها على الفيديو، تمام؟ بالنسبة لخطوات معادلة الصيدلة في كندا بالتفصيل سولفنا فيها في فيديو سابق، فممكن تحضر هذاك الفيديو. بس خلينا نروح على Document Evaluation، خلينا نروح على أهم موقعين تغيرت في معادلة الصيدلة في كندا، اللي هي Pharmacist Gateway كندا وموقع PEVC.ca. موقع Pharmacist Gateway كندا. Pharmacist Gateway كندا هو من اسمه واضح انه هو Gateway، فهو بوابتك الاولى لمعادلة الصيدلة في كندا. مثل ما انتم شايفين الموقع عملوا له Renovation، تغير تماما، وهناك بعض الاشياء اللي احنا يعني انا نفسي صراحة انه انتم تشوفوها في الموقع، وهذه الأشياء راح تساعدكم كثيراً للإجابة على تساؤلاتكم. صراحة أول خطوة في Pharmacist Gateway كندا اللي هي Enroll and Login، تمام؟ إنه أنت تسجل في Pharmacist Gateway كندا، فأنت راح تكبس على Enroll Login، تمام؟ وبعدها If you do not have a national ID number تفتح هذه، وبعدها Create Profile. بعدها راح تعبي بياناتك، ضروري جدا البيانات اللي راح تعبيها هنا تكون مطابقة تماما لجوازك، مطابقة تماما باسمك الأول، اسمك الثاني، واسم العائلة والاسم الأخير، مطابقة تماما للعنوان، مطابقة تماما لتاريخ الميلاد، وتأكد دائما أنك تطابق جميع هذه البيانات. من ناحية Pharmacist Gateway كندا رح نعبي ثلاث أشياء لما نفوت على الابليكيشن. رح نعبي طبعا الاسم والتاريخ وكل المعلومات، رح نعبي المكان اللي تخرجنا منه، رح نعبي اللايسنسينج ستيتمنت، أو خلينا نقول اللايسنشور، إنه إحنا وين مسجلين، وين عندنا مزاولة مهنة. إذا ما عندك مزاولة مهنة ما في أي مشكلة، ممكن تتركها فاضية، وراح نتكلم على موضوع مزاولة المهنة والورق تبعها. لما نروح على Pharmacist Gateway كندا ونسجل في الموقع وندفع اللي هي حوالي $350 في الموقع، راح يوصلنا من الموقع الناشنال آي دي. الناشنال آي دي هو تابع للنابرا، أو تعطينا يا النابرا اللي هي National Association of Pharmacy Regulatory Authorities. رح نحتاج هذا الناشنال آي دي لكل العمليات القادمة. طيب خلينا بس ناخذ لفة على Pharmacist Gateway كندا ونعرف شو هي الإجابات اللي بيقدمها Pharmacist Gateway كندا لتساؤلاتنا العديدة. من ضمن الإجابات لو رحنا على الهوم بيج
أول سؤال ممكن نسأله اللي هي فعلياً خطوات المعادلة، إنه أنا عاوز أعرف بالضبط الخطوات ومين هي الجيتوي وشو أعمل والمبلغ وهذه الأشياء. فهاي الخطوات بالتفصيل مبينه، من ضمنها راح تلاقي language requirements، متطلبات كم أجيب في الآيلتس، كم أجيب في التوفل، وكل هذا الكلام راح تلاقوا في ملف اللي هو language proficiency requirements، راح تلاقوا في هذا الدوكيمنت. تمام، راح تلاقي تفاصيل عن البريدجينج بروجرام. طبعا زي ما لاحظتوا او سمعتوا انه البريدجينج بروجرام كنا زمان بنحكي انه البريدجينج بروجرام اجباري فقط في مقاطعه كيبيك، مقاطعه بريتش كولومبيا، تمام، واختياري في مقاطعه اونتاريو فقط اذا رسبت في الام سي كيو او الاوسكي اللي هو الامتحان الثاني والثالث، وقتها بيصير اجباري. بس هسا فات علينا شيء جديد اللي هي مقاطعة ألبرتا، صار فيها البريدجينج إجباري، نجحت رسبت أنت لازم تفوت البريدجينج بروجرام. طيب شو هو البريدجينج بروجرام؟ هو عبارة عن كورس مكثف من 10 شهور. تمام، وين تفاصيله؟ وين ألاقي الأشياء اللي مختصة بالبريدجينج بروجرام؟ راح تلاقيها هنا على البريدجينج بروجرام، اقرأ الموضوع وراح تعرف البريدجينج بروجرام الخاص بكل مقاطعة. تمام، طيب كم تاخذ مني وقت المعادله؟ المعادله كم تاخذ مني وقت؟ راح تلاقوا التايم كوميتمنتس تو لايسنشور، فيقول لك هنا نوعا ما كم تتوقع انه راح ياخذ منك وقت. طبعا شو اسمه يختلف، هي هنا يقول لك approximately 26 months اللي هو يعني سنتين وشوي، تمام، سنتين وشهرين يعني بالمعدل. وبيجاوبك على تساؤل الهجرة، احيانا الناس تسأل انا بدي اهاجر على كندا وشو اعمل ومن وين اروح، هي بيجاوبك على تساؤل الهجرة، فوت على الموقع واقرأ التفاصيل راح يجاوبك على هذه التفاصيل. السؤال الثاني اللي ينطرح كثيرا، واحد من اشهر الاسئلة اللي هي فعليا كم بتكلفني المعادلة؟ فاذا رحنا على how to apply وراح نلاقي بناء على كل مقاطعة راح يحكي لك بالضبط كم راح تكلفك المعادلة بناء على كل مقاطعة، كل مقاطعة موضحي لك موضوع البريدجينج بروجرام ايش شروطه. تمام، هنا مكتوب التفاصيل البريدجينج بروجرام وايش الجامعه اللي راح تروحها، وهنا مثلا في اونتاريو كاتبين candidates who have successfully passed both parts of the PVC qualifying examination or the first attempt are not required to complete the bridging program. تمام، فراح تشوف كل مقاطعه تعرف التفاصيل بالضبط. تمام، تعرف التفاصيل بالضبط كم بتكلفك. وهناك شيء ثالث تكلمنا فيه عن فيديو آخر اللي هي التدريب المدفوع الثمن اللي انت ممكن تحصل عليه بعد ما تخلص الـ Evaluating Exam، راح تلقيه هنا بالـ Pharmacy Practice اللي هو الـ P4T. تمام، فهذا هو كل شيء يتعلق بـ Pharmacy Gateway Canada. لاحظوا ان الموقع فيه كل الإجابات اللي انت تحتاج، هذا اي تساؤل ممكن يطرأ على بالك. تمام، أهم شيء إنه نسجل فيه وناخذ الـ National ID. خلصنا من الـ Pharmacist Gateway Canada، أخذنا الـ National ID. National ID ياخذ حوالي ممكن يوم يومين، ممكن خلال نص ساعة ينبعث لك في الإيميل. وهسه راح ننطلق إلى الـ PEBC، موقع الـ PEBC. في موقع الـ PEBC مثل ما بتعرفوا في عندنا 3 أشياء لازم نعملها، صح؟ اوكي، في 3 أشياء لازم نعملها اللي هي الدوكيمنت ايفالويشن. في الدوكيمنت ايفالويشن في موقع PEBC، طبعا الدوكيمنت ايفالويشن بياخذ من 6 إلى 8 أسابيع. وزي ما انتم شايفين هنا حطينا، كانت قبل بنسميها مغلف، هسه صار اسمها ايميل. ليش؟ لانه بعد COVID-19 صار فينا انه احنا نبعث ايميل، او خلينا نحكي الجامعة والنقابة تبعث ايميل في كل اوراقك. تمام، اذا لسه خلينا نتخيل انت هلا حاليا اول خطوة راح تخطوها تروح للنقابة او لوزارة الصحة، وين المكان اللي انت مسجل فيه واللي يطلع لك منه مزاولة او رخصة. تمام، وتتوجه انهم وتقول لهم انا عاوز licensing statement. تمام، اللايسنسينج ستيتمنت او اللي هي الجود ستاندينج، اللي هي عباره عن يعني يكون فيها انه
we certify that فلان الفلاني is licensed في المدينة الفلانية and he is in a good standing and there are no خلينا نحكي يعني there are no charges on him and he's in a good standing. بس بكل بساطة يعني أموره كلها تمام وبالسليم. فالنقابة تبعث تعمل لك هذا الإيميل وتبعثه لإيميل PEBC اللي هو راح يطلع لكم هنا أنا. فعلى إيميل PEBC. طيب هسا ممكن السؤال اللي ينطرح اللي هو أوكي تمام، طب لنفرض أنا النقابة راح تكلمت معهم، على فكرة معظم النقابات تعرف في موضوع الجود ستاندينج واللايسنسينج ستيتمنت عارفيها جدا تمام. طيب ولازم يرسلوها من إيميل النقابة وحطوك سي سي حتى يكون دليل ملموس إلك إنه أنت فعلا أرسلت أوراق النقابة. طب ممكن النقابة ترفض إنها تبعث إيميل؟ ممكن ترفض طبعا تمام. شو طيب الحل الثاني؟ الحل الثاني إني أجيب هذه الورقة تمام ونخليهم يرسلوها في البريد تمام، ويكون عنوان النقابة هو مرسل من، يعني المغلف اللي يحطونه يا مغلف النقابة ويكون مرسل من النقابة. طيب في حل ثالث، طب لنفرض إن هم ما عندهم بريد أو ما بيحبوا يتعاملوا مع شركات البريد فقالي لك اعتمد على نفسك. طب شو أسوي؟ أنا لازم أحط إنه الفروم عنوان النقابة. ممكن نتواصل مع البريد نقول له اعمل لنا بيك أب، إنه تعال أنت خذ هذا المغلف من هذا المكان حتى يبين انه طالع فروم النقابة مش عنوانك الشخصي. طيب يجي يخطر تساؤل، انا شخص ما عندي مزاولة مهنة، ما عندي رخصة مزاولة المهنة، شو اسوي؟ تمام ما في اي مشكلة، احنا بنلاقي حل لكل مشكلة. طالما ما عندك مزاولة مهنة فاحنا عملنا ملف أو كتاب هو الأصل اسمه اللي هو الـ Statutory Declaration. لو رحت لموقع rxcourse.com/PEBCEE أو فتت على كورس الـ PEBC Evaluating Exam Preparation Course وعملت Scroll Down لحد ما نوصل إلى الـ Common Question رح تلاقي شيء اسمه I'm not licensed anywhere in the world, what should I do؟ فحتلاقي ملف Word تعمله Download تمام. بس نسوي له داونلود لهذا الملف الوورد تمام، نسوي له داونلود لهذا الملف وبعدين بنعبي لهذا الملف بناء على الوضع اللي احنا فيه تمام. تحط اسمك، تحط اسمك وبتحط جامعتك وبتحط تاريخ التخرج، وانا كاتبه هنا please change this reason according to your situation. فانت ممكن تغير حسب وضعك. هذا معمول لو انت مثلا عراقي وقاعد تخرجت من جامعات الاردن، او انت سوري وتخرجت من جامعات الاردن، واحنا نعرف العراقي او السوري ما يطلع له ممارسة او مزاولة المهنة في الاردن، فممكن تستخدم هذا. لو كان عندك سبب ثاني منعك من انه تحصل على مزاولة المهنة فتكتب السبب تمام. هذا الكلام كله اكتبه اطبعه على الوورد، لا تطبع هذه الورقة وبعدين تكتبها بخط ايدك، لا يعني اكتبها على الوورد عبيها رتبها وبعدين اطبعها تمام. اخر شيء فيه اللي هو name of certifier and signature and stamp اللي هو مثل ما نعرف يا اما محامي يا اما commissioner of oath. اذا انت في كندا commissioner of oath بكفي، ممكن تلاقي commissioner of oath for free اذا رحت على مراكز القادمين الجدد. بالنسبة للدول الأخرى ممكن أي محامي يختم لك عليها ويوقع لك ويحكي I certify that إنه هذا الشخص he has never been licensed anywhere in the world تمام، وبيحط توقيعة وختمة تمام. فهسا احنا حاليا خلصنا من اللي هي الجزئية الأولى. طبعا statutory declaration هذه اللي احنا دنقول عليها حنحطها في مغلفنا الخاص، طبعا ما راح يتم ارسالها من النقابة او شيء، فحنحطها في مغلفنا الخاص، راح نسولف عن مغلفنا الخاص بعد شوية. الان نتكلم عن المغلف الثاني. المغلف الثاني او الايميل الثاني هو عبارة عن كشف العلامات او احنا بنسميها الترانسكريبت تمام. هذا الترانسكريبت كذلك تروح للجامعة تقول لهم يا عمي انا عاوز الترانسكريبت في اللغة الانجليزية يتم ارسالها الى الـ PEBC
تمام يتم إرسالها بالإيميل إلى الـ PEBC أوكي؟ ويعملوا لك CC لهذا الإيميل. طيب لنفرض إنه الجامعة ما رح توافق على هذا الشيء، فإحنا ممكن نخليهم يبعثوها في البريد. لنفرض إنها ما عندها بريد، نرن على أي أحد من شركات البريد يعملوا لها pickup. المهم تطلع from عنوان الجامعة واسم الجامعة وليس عنوانك وليس اسمك. واحد من الأسئلة المتكررة دائما على موضوع الترانسكريبتس، أنا جامعتي ما تطلع نسخ إنجليزية فقط نسخ عربية، شو أسوي في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تطلب من جامعتك ترسل أو تطبع لك أو تجهز نسختين في العربي. النسخة العربية وحدة، نسخة عربية اللي هي الاثنيناتها طبعا رح تكون أصلية، الجامعة ترسلها زي كأنها نسخة إنجليزي عادي، الجامعة ترسلها النسخة العربية مثل ما هي ترسلها الجامعة لل PEBC تمام، وتحضر أنت نسخة ثانية من كشف العلامات اللي هي في اللغة العربية تأخذها عند مترجم معتمد، مترجم معتمد تمام، إنه يكون مختوم، وهذا المترجم المعتمد يترجم لك كشف العلامات للغة الإنجليزية كاملة. خلصنا من كشف العلامات، الآن نأتي إلى المغلف الثالث تمام. المغلف الثالث راح يتطلب من عندنا تركيز، رجاء حار في موضوع المغلف الثالث، تفتح اللابتوب مش بالتليفون، في اللابتوب تحط جنبك كاسة شاي، تقعد ساعتين ثلاث ساعات، نفتح موقع PEBC ونمشي بالخطوات بالتفصيل الممل. طيب خلينا نشوف موقع PEBC بالتفصيل تمام. زي ما بحكي لكم وزي ما بقول لكم دائما، موقع PEBC في كل المعلومات اللي بتحتاجوها للمعادلة. هسا هذا موقع PEBC اللي هو PEBC.ca، دائما في آخر الأخبار اللي نزلوها تنزل هنا على الصفحة الرئيسية. أنا راح أروح إنه I am a pharmacist candidate، بتبس على Enter، وبعدها International Graduate، وبعدها Enter. هنا راح ألاقي في التفصيل الممل كل المعلومات اللي أحتاجها لل Document Evaluation، لل Pharmacist Evaluating Exam، ولل Pharmacist Qualifying Exam. لو رحت أنا على Document Evaluation راح ألاقي بالتفصيل الممل كل خطوة من الخطوات كيف أعملها. طيب خلينا نروح، أنا الآن بدي أقدم على Document Evaluation. كنا قبل دائما نقول إنه Document Evaluation والEvaluating Exam ممكن نقدمها مع بعض، ولكن تم إجراء تغيير. هذا التغيير إنه إحنا لازم نعمل Document Evaluation توافق عليه PEBC، تبعث لنا الانفيتيشن، يلا نقدر نقدم على الإيفالويتينج إكزام. فخلينا نخلص الدوكيمنت إيفالويشن، فلازم نعمل الدوكيمنت إيفالويشن as soon as possible تمام، لأنه بياخذ من 6 إلى 8 أسابيع. والإيفالويتينج إكزام أصلا إحنا أثناء تصوير هذا الفيديو إحنا حاليا بشهر أول 7/1/7، فعادة الـ Evaluating Exam الـ Deadline تبعه بيكون بآخر 9، فيا دوب إنه الواحد يخلص الـ Document Evaluation. رح أروح على الـ Online Applications، وبعد الـ Online Applications رح ألاقي الـ Pharmacist Candidate Portal تمام. الـ Pharmacist Candidate Portal رح أنزل لتحت، رح ألقي الـ International Graduates بكبس عليها، رح أفتح على موقع. أنا هلأ ما عندي أكاونت لنفرض، فأروح أعمل No I would like to create a new account، وبعدها رح نعبي بياناتنا first name last name and then we will create an account. طيب I created already an account، خلينا نشوف لو إحنا داخل الأكاونت شو رح يطلع لنا. لاحظوا في عندكم steps هنا 5 steps تمام، فأنت رح تروح تعبي بياناتك، فتفتح كل شغلة من هذه الأشياء، تفتح البروفايل، تعمل complete now، تعبي كل أشياءك first name last name كل التفاصيل، وبعديها بتعمل continue، بعديها بتعمل confirm تمام. في عندك education same thing، education same thing، licensing information same thing، كلها هذه المعلومات رح نضل نعبيها، رح نضل نعبيها مع الاسم مع كل الأشياء وكل التفاصيل
تمام. كل ما نخلص شغلة رح نلاقي في نقطة خضرة هنا ضغط عندنا انه احنا عملنا لها كومبليت. رح نورجيكم هسه لوحدة من صديقاتي الدكتورة سجى من جامعة العلوم والتكنولوجيا، رح تروينا ملفها بعد ما عبت البيانات. اوكي، هلا بدخلنا على this new اللي هو basically my account. طبعا هم عاملين له renovation، عاملين له update للويب سايت تاعهم. اوكي، فاللي هو this is the pharmacist document evaluation ل 2021 اللي هو phase document evaluation. في عندنا هدول ال 6 steps اللي هم الخطوات اللي احنا لازم كل الpaperwork سواء من الترانسكريبت او السيرتيفيكت او اللي هم اللايسنس اللي هي مزاولة المهنة اللي احنا لازم نبعتها او الجامعة او النقابة المسؤولين اللي هم يبعتوها. طبعا عندنا اياهم اللي هو 6 different steps. الابليكيشن paper version نكبس عليه اول اشي، اذا كبسنا عليها رح تدخلنا على الابليكيشن form اللي هو بس رح ينزل بعد ما we pay the fee. اوكي، وعلى ما اظن the fee is 675 Canadian dollars. فانتي already دفعتي، you already paid for this one صح؟ yes I did اليوم. اوكي، فهنا في تغيير صار معنا هون. كنا قبل بنعبي الفورم وهو بنزل لنا الدوكيمنت ايفالويشن معبى وجاهز، يبدو هون صار في تغيير عنا انه كاتبين click here to download the paper version of the pharmacist document evaluation application and follow the guidelines to properly complete the كاتبين the paper version of the ففعليا هون كاتبين تحت انه you can fill the application form before printing it or fill it in with a pen by hand after printing it. يعني فعليا التغيير اللي صار معنا هنا ان هم رح ننزل الدوكيمنت ايفالويشن على شكل paper form ويكون على شكل PDF، ويا اما انه نعبيه على الكمبيوتر وهو PDF، يا اما انه نطبعه وبعدين نعبيه بخط ايدنا. طبعا يفضل انه احنا نعبيه على شكل PDF بتخيل من انه نطبعه بايدنا، لانه الاخطاء ممكن تصير بايدنا وممكن الخط ما يكون مقروء او هذه الاشياء. هلا في شغلة عشان I just remembered it. هلا احنا لما اللي هو نعمل download الابليكيشن وندفع و everything is done لازم نستنى تقريبا من 3 to 5 business days تاع ال PEBC يبعتون لنا ال ID تاعنا، صح؟ احنا ما بنقدر نعمل اي خطوة إلا غير تا يبعتون لنا ال PEBC ID وبعدين نقدم اللي هو ال good standing وال transcript، صح دكتورة؟ is this correct؟ مضبوط 100%. بياخذ 3 to 5 business days عشان تاخذي الـ PEBC ID، ولما تاخذي الـ PEBC ID رح تقدري تعبي الـ document evaluation application. يس، خلينا اللي هو نشوف اللي هم الـ paper version للـ pharmacist application form. هيها click here. It's a PDF file. It's عبارة عن one page. هيها نفتح عليها. Right here. هلا حسب ما حكولي انه هاي الدوكيمنت ايفالويشن كانت 2 بيجز والسكند بيج يكون معاها تشيك ليست. هلا شكلهم لما عاملين الابديت للويب سايت مغيرين في اللي هو الابلكيشن فورم 100% يس. عملوا زي هيك. فاحنا كنا انا مصدومه انه صار الابلكيشن عباره عن صفحه واحده، حتى كانت صورتين، فانا هيك اذا هو راح يضل على صوره واحده فمشكله، يعني حيضل صوره واحده مش صورتين يبدو بناء على هذا الابلكيشن. طب دكتوره هذا بتقدري تعملي له داونلود وتفتحيه ب بي دي اف؟ خلينا نشوف اذا بنقدر نعبيه على البي دي اف. هيك بنعمل تجربه، بتعملي سيرش ده Yes, I don't. شايفة عندك Acrobat. طيب. Okay. إيش تعملي؟ Open with. شايفة تحت انزلي تحت في Open with. بس. Yes. Okay. فهون اختاري Acrobat. Here you go. Okay. هيا. Okay, perfect. هلا هون تقدري تعبي، يعني إذا كبستي على الـ PVC ID. مثلاً فوق أو اسمك، أوكي تقدري هيك تحطي كلمات تقدري تكتبي جرب. على
على surname هاي هاي يعني I can write my name سجا. Okay, perfect. Yes. هلا مو ضروري نكمل شو اسمه بس احنا عم بنوضح انه عشان تعبيه yes. احنا انا بنصح انا شخصيا شمس يعني بنصح 100% ما تطبعه وتعبيه بايدك عبيه على البي دي اف عبي كل بياناتك واطبعه وبعدين وقع وحط الصوره وخلي الويتنس تبعك او هو الساير yes. تبعتك يوقع وراك وفي عندك هون الويتنس ديكلاريشن شايفين هذا الكلام والمدينة والويتنس نيم هذا كلام لا المحامي وانت فوق بتوقع عند الاكس في عندك كانديد سيجنتشر بتروح توقع عليه اللي هو هذا بالضبط تمام yes. وهدول هم الباسبورت فوتوز حاطين لكم تو سايزز في عندنا ميني سايز وماكسيمم سايز انا سمعت حسب تجربه الناس انهم they like البيج سايز عشان لما يجي يختموا اللي هو المحامي يكون نصها على الصوره ونصها على الابلكيشن اتسلف صح بالضبط هم حاطين اصلا صوره هيك على جنب حاطين اكزامبل وموضحين السيجنتشر بده يكون نص بنص من ناحيه اكسبتبل فوتو هنا مكتوب باسبورت اكسبتبل فوتو اذا بتقدري دكتور سجا هيك راح اغلبك انك تفتحي على كروم تفتحي على كروم افتحي نيو ويندو بكروم اوكي وبدي تكتبي فوق كانيديان باسبورت فوتو اوكي I think hold on. Yes. Canadian. Hold on. Passport size photos. هيها. There you go. هلا. Yes. اكبسي على تحت في عندك canada.ca انزلي لتحت موقع canada.ca هو هذا الموقع الرسمي لكندا. كل passport photos بتعلق بالهجرة بتعلق لأي معلومات بدنا نعرفها بنروح على موقع canada.ca هو هذا الموقع الوحيد الموثوق الرسمي. في كندا فطالع لك التفاصيل بالضبط تمام فحكي لك بالضبط كيف بده يكون شكلك لازم تكون وجهك يكون في منتصف الصوره الصوره نوعا ما تكون مربعه عند المصورين بيعرفوها على اسمها صوره الجواز الامريكي هيك بسموها او صوره الفيزا الامريكيه شيء زي هيك فهي نفس المواصفات هي نفسها بتنفع ما فيها اي مشاكل واهم شيء زي ما انتم شايفين بالضبط على هاي الصوره ورا لازم المصور يختم لازم yes. المصور يختم ويكتب تاريخ الصورة لأنه الصورة ما بصير تكون عمرها فوق السنة فالمصور يختم لك عنوانه مكانه ويكتب تاريخ التقاط هذه الصورة اوكي اه this one هيها اوكي اها هاي ريتي لما نقدم الدوكيمنت ايفالويشن ابلكيشن مع كل الورق تبعته ولما نبعته تمام في ورقه اذا انت مش بكندا اذا انت مش بكندا تحتها خطين وبدك تطلع لك فيزا سياحيه لكندا بدك تعبي الاي سي اي ريبورت تمام هذا مخصص للجماعه زي ما هم كاتبين الاكسبرس انتري فور فيدرال سكيلد وركر بروجرام ابلكانتس and Canadian experience class applicants فإذا أنت مقدم على الهجرة وبدك بس تيجي عشان تأخذ فيزا سياحية عشان تقدم الامتحانات طبعا زي ما بتعرفوا الإيفالويتنج إكزام والمسيكيو إكزام أول امتحانين هلأ أونلاين ما بنعرف إذا رح يضلوا أونلاين ولا لا بس ممكن احتمال كتير كبير يضلهم أونلاين في امتحان الثالث اللي هو الأوسكي امتحان الأوسكي لازم تكون في كندا طب أنا كيف إذا لسه مش مخلص الهجرة طب بدي اطلع على كندا في فيزا سياحيه عشان اقدم الاوسكي فالاي سي اي ريبورت ات ويل كم ان هاندي الاي سي اي ريبورت بيساعدك للهجره هي نفسها عشان يمنحك نقاط الهجره انه انت فارماسيست وبيعطيك نقاط زي كانه عندك ماسترز ديجري اللي هي حوالي 24 بوينتس عشان عندك هذا الاي سي اي ريبورت ونفس هذا الاي سي اي ريبورت بتقدر تستخدمه عشان تقدم على الفيزا السياحيه فما تنسى انك تعمل هذا الريبورت لانك اذا نسيت وقدمت الدوكيمنت ايفالويشن وبعثت كل الورق بعدين تذكرت اي لازم اعمل الاي سي اي ريبورت هون لازم تدفع $150 عشان تقدر تحطه مره ثانيه دكتوره اذا بتقدري تكبسي على ريكوست فورم هلا بس للتأكيد للشغلة يعني هلا الناس اللي بدهم يقدموا للهجرة يعبوا هذا الـ ECA form ويبعتوه مع الـ papers تاعت الـ document evaluation صحيح؟ بالضبط تبعثيه بنفس المغلف تبعك
Okay, nice. That nice to know. Okay, هاي الريكوست فورم. بالضبط، هو نفس الحكي، وكمان بنرجع ننصح إنه يا عمي ننزل هذا الدوكيمنت وبعدين نفتحه بملف خاص فيه ونفتحه على الأدوبي أكروبات أو أدوبي ريدر ونعبيه باي كمبيوتر. حاول إنك ما تعبيه في إيدك عشان ما يصير فيه أخطاء وعشان تكون الكلام مقروء، تمام؟ إلا التوقيع لازم تطبعه طبعاً أكيد وتوقعه وتحطه في الظرف وتبعثه في البريد. أوكي. أيوه. طبعاً عندنا تحت إنه في الأيدنتيفيكيشن فيريفيكيشن، انزل لتحت كمان. أوكي هيها right here. أوكي والإدوكيشن إدوكيشن فيريفيكيشن والماتيريال. أوكي هلا في شيء اسمه complete now. أوكي فأنتي يعني أنتي هم فعلياً راح يخلونا نعمل الأشياء مرتين. يعني انت راح تروحي على الايدنتيفيكيشن فيريفيكيشن تعملي لها كليك اوكي تعملي كومبليت ناو هيها اوكي وبحكي لك يو ويل نيد تو سبميت ايدنتيفيكيشن اند اوكي برايمري هذا هون حكي لك عن الايدنتيفيكيشن ممكن تنزل لتحت خلينا نشوف ايش في كمان اشياء في شيء لازم نعبيه اوكي بالضبط يعني انت هون عبيتي الاشياء تبعونك نافر اي دي ديت اوف بيرث وهذه الاشياء واسمك وكل شيء وهنا yeah. بحكي لك عن فوتوغراف بحكي لك انك تحطي صوره لحالك يعني راح تعملي له براوز تمام وبتحطي صوره لحالك وتحكي له تحكي له كمان متى التاريخ اللي تصورت فيه هاي الصوره وبدك تعملي اخر شيء بليز كونفيرم ذات يو هاف سنت يور ايدنتيفيكيشن دوكيومنت وذ يور ابلكيشن هلا يعني معناته احنا هذا الفورم ما نعبيه الا بعد ما نبعث ورقنا نبعث ورقنا وبعدين نرجع على الفورم نعبيه تمام وبعدين نكبس continue. اوكي فمعناته قولي لي هلا الفوتو it can be the same as اللي رح نبعتها صح؟ بالضبط هلا احنا بتعرف انه كل الاستوديوهات وكل المصورين هلا عم بعطونا نسخ ديجيتال من صورنا يس فاحنا بناخذ هاي النسخه الديجيتال من الصوره وبنعمل لها براوز ونحطها ضروري 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 كل شيء بيتعلق في البي اي بي سي انه يكون مطابق تماما يعني ما بصير هون تحط صوره ثانيه عن الصوره اللي انت راح تبعتها بمغلفك هم بيعملوا هاي الحركه عشان يطابقوا انه انت نفس البني ادم اللي عم بتعبي كل شيء اونلاين انت نفس البني ادم اللي كنت عم بتوقع عندك اشياء فيزيكال education verification exactly كمان بتخيل هذا نفس الشيء Okay. Complete now. Now. Okay. هيهم. هاي المعلومات اللي أنا دخلتها لما عملت ال PEBC account اللي هو in the first step. دخلت my country of university, Jordan, name of university, my degree, doctor of pharmacy, in my graduation date, and the duration of a degree program in years. يعني هدول أنا دخلتهم وهيهم they're saved right here. يعني احنا المعلومه اللي حكيناها بالاول انه احنا بدنا نطبع الاشي والمعلومات لازم تنزل هي معلومات فعلا نازله بس شكلهم بدهم another verification انك تعبي معلومات لحالك كمان عشان يطابقوا انك كيف راح تعبيها لحالك بتخيل هو هون الاشي طب اذا كنت على continue شو بصير let's see هيها please confirm the form submission اوكي اعملي confirm إذا أنت متأكدة من معلوماتك صح كنت متأكدة من معلوماتك كلها yes yes الحمد لله 100% أوكي فمعناته إحنا لما نقدم الدوكيمنت إيفالويشن مع كل الورق مع كل الأظرف في صار عندنا ستيب زيادة إنه نروح على البورتال ونرجع نفوت على كل سكشن ونعمل له كومبليت ونعمل له كونفيرم تمام يعني ما بصير تتركوها هيك تتركوها فاضية incomplete زي ما شايفين عم بشوف أنا فوق في عندك هيك 6 steps في دوائر هيك بيضة وخضرة yes هيهم هدول هم okay. فمعناته إنه إحنا لازم نتأكد إنه كل هاي الدوائر البيضة انملت هيك صارت خضرة تمام عشان نطمن إنه إحنا document evaluation تبعنا صار fully complete تمام yes. فإحنا غير الورق الفيزيكلي اللي بدنا نبعته كمان بدنا نيجي على البورتال تبعتنا نعبي كل إشي ونعمل كومبليت لكل إشي عشان نطمن إنه كل أمورنا تكون تمام هلأ إحنا خلصنا مع دكتورة سجا وشفنا تعباية البيانات واكتشفنا إنه كل البيانات هذه صارت لازم تتعبى أونلاين واكتشفنا إنه الدوكيمنت إيفالويشن أبليكيشن كان قبل هو ينزل في البيانات اكتشفنا انه هو لا صرنا هلا احنا لازم نكتب ويا ريت لو نكتب على PDF
تمام ما نكتبه بخط إيدنا. بس خلصنا هذه الأشياء ومثل ما شفتوا إنه إحنا لازم نعمل verify على كل شغلة إنه إحنا أرسلناها، فكل شغلة أنت ترسلها لازم تعمل verify إنه it was sent it was sent. تمام رح أيضا مغلفنا الثالث، تمام مغلفنا الخاص، رح نشوف إيش لازم يحتوي هذا المغلف. أول شيء رح نحتاج مغلف فاضي، ثاني شيء رح نحتاج جواز سفر، وبدنا ناخذ صورة من جواز السفر مع النسخة الأصلية من جواز السفر، ورح نحتاج صورتين زي ما ورجيناكم وحكيناكم على مواصفات الصورة في كندا. هاي لاحظوا، هاي أنا عندي صورة، لاحظوا هاي عندي أنا صورة في تم تصويرها هنا في كندا. لاحظوا كيف في رقم للمحل، عنوان المحل، تاريخ التصوير، وعندنا هنا إنه I certify مين اسم الشخص اللي هو صاحب الصورة، وكذلك الجارنتور سيجنتشر اللي هو المحامي كذلك يوقع على خلف الصورة. بعد ما خلصنا موضوع الصورة، في عندنا اللي هي شهادة الجامعة اللي هي قلنا اللي هي السيرتيفيكت. تمام شهادة الجامعة أو السيرتيفيكت أنا عندي مختومة من وزارة التعليم العالي، فالأصل إنه إحنا مش محتاجين، إذا أنت ناوي تعادل مش محتاج إنك تودي أي شهادة للتعليم العالي أو لوزارة الخارجية، كندا ما بتعرف تعترف بهذه الأشياء. تمام فبتاخذ هذه كمان منها صورة، تمام ناخذ صورة منها. بعدها عندنا الدوكيمنت ايفالويشن ابلكيشن، يكون معنا طبعناه وعبينا كل المعلومات، نحط الصورة تبعتنا. تمام وهنا بيوقع المحامي اللي هي الاي سي اي ريبورت اللي تكلمنا عليه، بنعبي بياناتنا في الاي سي اي ريبورت، وهنا احنا بنوقع والمحامي بيوقع كمان. بعدها اذا احنا كنا من الاشخاص، طبعا قلنا احنا الاي سي اي ريبورت فقط اذا انت برا كندا، اذا انت داخل كندا ما بتحتاج الاي سي اي ريبورت. وبعدها اذا انت شخص ما عندك مزاولة مهنة في المكان اللي انت فيه، فبيظل عندنا دوكيمنت اللي هو الستيتوري ديكلاريشن، تمام وكذلك بيخلي المحامي يوقع عليه. طبعا كل هذه الملفات انت ممنوع توقع اي ملف من هذه الملفات لوحدك، بتوقعها قدام المحامي، فالمحامي راح انت توقع ووقع تحت الستيتوري ديكلاريشن يقول I certify انه فلان الفلاني has never been licensed anywhere in the world، وحط رقم تسجيله وحط ختمه وحط توقيعه. نفس الشيء هنا انت راح توقع قدام المحامي والمحامي يوقع وراك، هذا للاي سي اي ريبورت، للفارماسيست دوكيمنت ايفالويشن انت راح توقع والمحامي حيوقع وراك ويوقع على الصوره. تمام واضافه الى ذلك الصوره من السيرتيفيكت تبعتك المحامي راح يوقع انه هو هي سيرتيفايز انه هي نسخه الاصل. تمام It's a true copy. تمام وكذلك الصورة تبعتك من الخلف المحامي يوقع عليها، وكذلك صورة من نسخة من جواز سفرك كذلك المحامي يوقع عليها انه هي نسخة طبق الاصل. وبالاخير تحط كل هذه الاشياء بالمغلف وتكتب to اللي هي موقع او عنوان الـ PEBC اللي هي 717 Church Street، وبعدها ننتظر من 4 إلى 8 أسابيع لحد ما الـ PEBC ترد علينا بالجواب، واحتمال كبير جدا انه دائما تتم الموافقة الا اذا كان هناك مشكلة فيتم التواصل معك انه هناك مشكلة. تمام لا سامح الله. بعدها تقدم على الـ Evaluating Exam. الـ Evaluating Exam والـ MCQ والـ OSCE كل هذه الامتحانات التقديم إلها يتم عن طريق application، نفس الابلكيشن تبع الدوكيمنت ايفالويشن ابلكيشن، نفس الشكل ونفس المنظر، فقط بدل مكتوب فارماسيست دوكيمنت ايفالويشن بيكون مكتوب اللي هو
الفارماسيست كواليفاينج اكزام الام سي كيو او الفارماسيست ايفالويتنج اكزام بيكون فيه نفس المعلومات ونفس التفاصيل. فانت لما تيجي تقدم على الامتحان بس هذه الورقه بتعبيها وبتقدم على الامتحان وتدفع فلوس الامتحان، ما راح تحتاج كل بقيه الاوراق والشهادات الثانيه. معلومة أخيرة قبل ما ننهي معاكم، لأنه هذه من الأسئلة الشائعة جدا، كم من الوقت مسموح لي ما بين الـ Document Evaluation وما بين الـ Evaluating Exam؟ 5 سنين. 5 سنين ما بين الـ Document Evaluation والـ Evaluating Exam، لازم تنجح بالـ Evaluating Exam خلال 5 سنين. طيب لو أنا نجحت من الـ Evaluating Exam، كم معي من الوقت من الـ Evaluating Exam للـ MCQ؟ معك من الوقت من الـ Evaluating Exam للـ MCQ لا نهائي. فلذلك إحنا دائما ننصح إنه إذا قدمت الـ Document Evaluation امتحن، قدم معها الـ Evaluating Exam، خصوصي لما تتوفر فرصة إنه إحنا نقدر هسه نقدم الامتحان أونلاين، فليش لا؟ فقدمها سوية تمام، وبعديها على راحتك، حتى لو إن شاء الله طولت 30 سنة لحد ما وصلت كندا، بعدها تقدر تفوت على الـ MCQ والـ OSCE، ما في أي مشاكل، مش محتاجة تعيد أي شيء. بين الـ MCQ والـ OSCE إذا قررت تفوت على الـ MCQ، لازم تنجح في الـ MCQ والـ OSCE خلال مدة 3 سنين. يعني إذا أنت ما خلصت الـ OSCE رح ترجع تعيد الـ MCQ بعد 3 سنين، فلازم تخلصهم خلال 3 سنين. وبعدها راح تقدم على Jurisprudence واللانجوج Proficiency والبريدجينج وكل هذه السواليف بناء على كل مقاطعة. أرجو أنه هذا الفيديو كان مفيد لكم، شكرا كثير لحسن استماعكم، يا ريت تدعمونا بلايك شير سبسكرايب، وإحنا جاهزين لأي كومنت، جاهزين لأي سؤال بتحتاجوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.